جهود كبيرة في ميادين القتال ومجهود قتالي هنا في ميادين التدريب، حيث يحضر رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وإلى جواره اللواء الركن محمد رسام قائد المنطقة العسكرية السابعة في أحد ميادين التدريب التابعة للمنطقة العسكرية السابعة، وفي مشروع تخرج لدفعة جديدة من أبطال الجيش الوطني، تحية للأبطال وهم على وشك الالتحام بالأبطال في ساحة المعركة، وتحية لك قائد الجيش. أترك لك المجال لنسمع منك عن هذا الاستعداد وهذه الجاهزية القتالية. نحن اليوم يعني ضمن خطة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وهيئة التدريب يتم تنفيذ مشروع تدريبي ليلي في أحد المعسكرات، وذلك بمناسبة تخرج دفعة من أفراد المنطقة العسكرية السابعة، وهذا هو يعني برنامج تدريبي طبيعي تقوم بتنفيذه كل المناطق العسكرية، فكان السبب للمنطقة العسكرية السابعة في تنفيذ هذا المشروع. المنطقة العسكرية السابعة في جهوزية تامة ومستعدين لتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، سواء في الدفاع يعني عن مارب أو في يعني الأعمال التعرضية التي إن شاء الله سيخوضونها في القريب العاجل في حالة عدم التزام الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالهدنة أو انتهاء الهدنة وعدم تجديدها. الجيش في كل المناطق يعني على استعداد تام للدفاع عن الثورة والجمهورية، عن مكتسبات الشعب، عن حرية وكرامة اليمنيين وعن هوية اليمنيين والهوية العربية. إذن تحية لك ولكل الأبطال، وبإذن الله أن يتوج هذا الاستعداد الجيد للقتال وهذه الجاهزية العالية أن تتوج بانتصارات في حالة انطلقت العمليات العسكرية ولم تلتزم الميليشيات الحوثية بالهدنة. كما نستأذنكم الفريق الركن صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة رئيس هيئة الأركان، الشكر لك. كما أترك هنا فرصة لقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد رسام، إليك فندم ونحن في أحد قطاعات المنطقة العسكرية السابعة، ماذا عن هذا المشروع القتالي الليلي، مشروع تخرج لدفعة جديدة من أبطال المنطقة العسكرية السابعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه دفعة من سابقها دفع تخرجت، وهذا من ضمن المشروعات التي نعدتها للدفاع عن مارب أو في حالة عدم الالتزام بخوض معارك نخوضها للدفاع عن ديننا وعرضنا وجمهوريتنا ووحدتنا، وهذه هي إحدى الدفع، وقد سبقها الدفع من قبلها، ونحن مستعدين إن شاء الله لأي حدث طارئ. يا درع اثنين، يا درع اثنين، أكملت المهمة؟ باسم القيادة السياسية ممثلة في مجلس الرئاسة، في مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأس الجميع فخامة الرئيس رشاد العليمي، الجميع يهدوكم تحياتهم، ولكل الجيش الوطني في كل المناطق العسكرية، ويشكروا جهودكم المبذولة من أجل حماية البلاد ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن بشكل عام، ومن أجل أيضا القضاء على هذه الميليشيات الحوثية الإيرانية المدعومة من إيران. شكرا على الأداء الجيد، كان الأداء ممتاز فعلا، تستحقوا الشكر والتقدير. لابد أن يكون يعني التدريب له جدية المعركة الحقيقية، وقد أبديتم فعلا عمل جيد ورائع، تستحقوا الشكر والتقدير عليه. شكرا لكم، وشكرا لقيادة المنطقة العسكرية السابعة على الجهود المبذولة في كل المجالات وفي كل المهام الموكلة إليها، وعلى وجه الخصوص في موضوع التدريب، اهتمام المنطقة بالتدريب جيد. شكرا لمركز طارق بن زياد على الاهتمام بالتدريب وعلى الأداء الجيد، وشكرا للجميع، وربنا يعينكم ويوفقكم إن شاء الله. استلمت.